بالتأكيد في الآونة الأخيرة ظهرت نزعة واضحة لإقرار القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الأغلبية صحيح، ولكن هذا لا يعطيها الحق في أن تقرر مصير كل البلد. هناك مكونات أساسية لها حقوق ومصالح، وهناك مستقبل يجب أن يرسم بمشاركة الجميع. فأي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج هو مرفوض بالنسبة لنا، ويجب أن يكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع في وطن الجميع. هذه السياسة الجديدة مرفوضة ويجب أن يعاد النظر بها، وأي تسويات سياسية وأي كلام حول مصالحات تاريخية أو وطنية مرفوضة الآن. في ظل هكذا توجهات فردية لا تنظر ببعد نظر ولا تنظر لواقع الحياة العراقية، هو إخلال بمبدأ الدولة وإخلال بالتوازن في المؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية للقوات المسلحة تشبهاً بدول أخرى وأنظمة أخرى، وهذا يضعف الدولة العراقية ويضعف الوحدة الوطنية ويضعف الأمل في بناء عراق موحد مستقر في قابل الأيام. فنحن نؤكد على رفضنا لما صدر من هذا القانون هذا اليوم، ونقول يجب إعادة النظر فيه سريعاً، ونقول أن التسوية الوطنية المقدمة الآن من قبل التحالف الوطني سترفض ولن نناقشها أبداً إلا أن يكون هناك إعادة نظر مبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة ومبدأ حقوق الجميع المتساوية، لا فضل لجهة على جهة ولا مواطن أول ومواطن ثاني. فرض الإرادات هذا اليوم يعني إخلال بهذا المبدأ، وهذا بالنسبة لنا مرفوض بشكل قاطع ونهائي. لا نناقش المبدأ، خطأ المبدأ، خطأ. يجب أن كان يكون هناك إعادة نظر، وطلب رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم بإعادة النظر بالقانون ولم يلتفت له هنا، هذا دليل آخر على الخروج من منطق الدولة. نحن نؤمن بالقانون والدولة والسياقات الصحيحة، سنلجأ للطعن ونحاول أن يراجع القانون من قبل الشركاء وأن يعاد النظر مبدأ الشراكة، وهناك طرق طعن معروفة نحاول أن نلجأ إليها، عسى أن يكون هناك مراجعة حقيقية لهذا الموضوع.